بسم الله، اي اجتماع لازم قبل ما نروح الاجتماع نكون عارفين احنا هنتكلم في ايه ومين اللي هيحضر الاجتماع، فلازم يتبعت ايميل للناس كلها بالنقاط اللي هتناقش، والاجتماع هيبدا الساعه كذا، والاجتماع يبدا في ميعاده حتى لو في بعض الناس مجوش، لان لو انت اخرت الاجتماع يبقى بقى الناس هتعود على كده، وهيبقى بدل الاجتماع 11 كل عارف ان هو بيبدا 11 ونص، فلازم تبدا الاجتماع في ميعاده وتنهي في ميعاده، تمام؟ لو هنيته قبل ميعاده يبقى كويس، تمام؟ ومحدش يناقش اي موضوع غير المواضيع اللي احنا جايين عشانها. لو عايز موضوع تاني خلاص هيعمل اجتماع تاني، لو اي حاجه فرعيه اتناقش مع الشخص دوت بينكم انتوا الاثنين. احنا لازم نقول ان اسم الاجتماع، المكان هيبقى فين، التاريخ هيبدا من الساعه كام للساعه كام، ونبدا نقول مين الناس اللي هتحضر من شركات ايه والوظائف بتاعتهم ايه، وممكن نكتب التليفونات والايميلات لو حد عايز يتواصل معاهم. الموتنج الاجتماع هيبقى الساعة كام، ومين اللي هيتكلم، وايه أهم النقط اللي هتتكلم، الأجندة. وبعد ما يخلص الاجتماع يتبعت ايميل بملخص للاجتماع، واحنا اتفقنا على كذا 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 كذا، لأن ممكن بعد كده هي حاجة في الذاكرة مش بنقول إن حد بيكذب ولا حاجة، بس هو يتخيل إن هو قال حاجة غير اللي اتقالت، فلما يبقى في ايميل وهو راجعه متأكد إن هو قال كذا فخلاص بيبقى على الكل. فبنكتب بقى البروجكت انتروداكشن، بنتكلم على اسم المشروع وكلاينت ووصف المشروع وعدد الدقايق اللي هتناقش فيها والبروجريس وتواريخ التسليم، ولو في كلاش روبورت مثلا هيتناقش في الموضوع دوت. فده كل ده مودل ريفيو ميتنج، بحيث ان احنا بنناقش الكلاشات الموجوده في المشروع والمناقشات اللي في المشروع. وبعد ما نخلص بنبعت، احنا اتفقنا مثلا نحل كذا 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 كذا، ملخص للمشروع عشان نتفق على الشغل، والكلام اللي اتقال بدل ما كان شافه واتنسى يبقى مكتوب والناس كلها عارفة احنا وصلنا ليه.